أنا يذكرني واحد من الإخوان، شوف مرة تدمرت علينا قصة هنا، لحيث الصدقة تدفع مصاريع السوء. أيوة وهذا الله. جزاهم الله خير، هذا اللي مستعدين يخدمونك وانت مرتاح ولله الحمد. أيوة الله يقول والله هذا مسلم ولا أطم وارد الشيخ يقول هذا مسلم أمه يقول صار عنده فشل كلوي وقالوا فيه دولة هنا تروحون لها وتشترون من اللي تبون تحطون كلية لأمك. يقول الرجل هذا استبشر وأمه استبشرت، يقول وراحوا للدولة وجدوا عندهم من الكلية 30,000. يقول دخلوا ألم دخلوها بالمستشفى وجابوا الكلية هذه، ما جابوها، جابوا صاحبها بنت ما هي كبيرة ونوموها بجنب العجوز. البنت هذه طلبت 30,000 يعني من الحاجة. يقول المهمة العجوز والبنت هذه اللي بنأخذ منها الكلية بجنبها، يقول نوموا الاثنين كل بهم سوا. يقول وعند ما جلسوا يقولوا جاء الدكتور يبي يسوي بهم عمليات كلهم، بس يقول بس أنا ما أبي شيء. يقول وبغى يسوي العمليات، يقول البنية تبكي اللي مدفوع على 30,000 تبي تاخذ يبن اخذ لها كليات تبي يحطونها للعجوز هذه. يقول يوم انها بكت قالت يا ابنتي وش بتيت؟ قالت والله ما حدني على بيع كليتي الا الجوع. الله ومكدتا على والدي كما ذكر ان مالي قدره اخر شيء. قالت يا ابني تعال، وعطى البنت هذه 30,000 وحنا ان شاء الله لنا رب العالمين خلنا نطلع كل ابونا سوا. يقول رعى القصه، قال والله انهم ما طلعوا الاثنين الا التكاتر قالوا كليه والدتك اشتغلت شغل لم تشتغل يوم انها بنت. فهذه يا اخواني بادروا الخير وتاتي الخير، وكن مع الله يكون معك. الله خلي المجال.